رجعنا معكم مستمعين الكرام 11 و11 دقيقة دائما في الاستماع الراديو مارسي دعمي في الرياضة والموسيقى وبرنامجكم العلماء دمار. زي ما الحديث سيرنا عن المباراة اللي جمعت اليوم أمس فريق الوداد الرياضي أمام فريق سيمبا التنزاني وهزيمة الوداد بجوج الزيرو بتنزاني. كلاسمون ديال المجموعة بي ديال الوداد، الرتبة الأولى لاسيك 10 نقاط تأهلات، الرتبة الثانية سيمبا 5 ديال النقاط، الرتبة الثالثة جالاكسي 4 ديال النقاط، والرتبة الرابعة الوداد الرياضي ب3 ديال النقاط. مازال حدود، مازال أمل، ولكن قليلة جدا جدا جدا. ونماركاس الوداد بيت علاش؟ حيت ما توصل للمواجهات المباشرة كاري. اه سيفري، هما لا تعادلوا ربحوا الماتش الاخر يديروا 9 بوا، حتى الا ربحتي هاد لي دو ماتش دير انت 9 بوا، بقى في المواجهات المباشرة هما يا غوفي راجع عندك، حتى ربح بواحد زيرو ما ربحينك بجوج. باش قبل ما ندوي على الحظوظ ديال فريق الوداد الرياضي، المباراة ديال اليوم امس اللي بان لي انايا غياب وسط ميدان الوداد ان اكزيستون، ما كاينش انغوما ربح الميو تيرا مره اخرى بحال الماتش هذا اللي حداه كلاوهم. انا صرغات افيك تو مي ريسبي، حتى في الماتش ديال لالي لقيت عاقل لالي وي انغوما دار دو ماتش كبار، مي تو مي ريسبي صرغات وكذلك حيموت وصرغات هو من جا البيت الاول، ولكن جوج ديزولي على ما جاش الاخر داها ليه من اللور، بالك يتصور بها هو ولا ما عرفت مالو داروا ليه بوز، حتى جا الاخر داها ليه من موراه. وي غياب ديال جبران مره ثانيه اخرى كيبان كي خليونا من هذا الهضره، هذا الواقع هذا حمزه، هذا واقع. لا لا سامح لي حمزه، هذا واقع خليونا من هذا الهضره. ما كاينش جبران عاوتاني مليون ان اكزيستون ديال الوداد، راه بجبران وتعادلوا معاك هنا ربحتيهم، انا ربحتيهم عايز دير. انا تنظن بلا الوداد عندها الطريقه ديال اللعب اللي بنات هذه دابا شي سنين، شي 3 سنين ماشي حاجه، هي ديال جبران ديبوندونس، زعما يسون كل لعب كله تيتلعب على حساب جبران. هذه عليها تنقول لك كريم، انا تيبان لي راه كانوا لعابه ما تضيعوهاش حدا جبران، بابي راه كان الحسوني ما تعطيها ليه والله ما داها ليه من رجليه، كان كيدير الفرق، راه كان داودي عبد شحال لاعب في البطوله، شحال عنده ديال الخبره، راه عندك الجعدي مكون مزيان وجاي من اوروبا والدري تبارك الله شتي المجهودات اللي كان كيدير في التيران، راه انت في واحد المرحله انتقاليه دابا يا كل شيء جديد. لا راه جبران راه كان كيدير كان كيبالاي مع هادو، والله الا كان كيدير الله كان كيبالاي. وي كان تيبالاي حيت ملي كان الحسوني وملي كان الكرتي وديك الشيء كان واخيلا تيبالاي، باسكو كان هذيك الخدمه اللي معطيها له، ملي مشاو هادو تعطات له واحد الخدمه واحده اخرى، ولا هو ديستريبيتور من اللور، فهمتيني؟ انا ديك الشيء اللي تنقول لك، الا متبع ديك الشيء اللي تنقول لك من الاول، تنقول لك راه المشكل في الوداد راه ماشي لي جوار وديك الشيء، باسكو لي جوار سي دي جوار دو كاليتي بعد النوبات، ولكن ما موظفينهمش فين خصهم يتوظفوا، ما موظفينهمش فين خصهم يتوظفوا وفين خصهم يلعبوا، وواقيلا الطريقه ديال لو ديسبوزيتيف باش لاعبين واقيلا ماشي هو هذاك اللي خاص. انا قبل قطعني كريم، غير اليوم صباح كنت نقرا واحد المقال دايرينو على لويس اندريكي مع باريس سان جيرمان، راه تيحاول يدير هاد الايامات يغير سمعني مزيان، يغير البلاصات لي جوار، اللي لعب ميليو تيردو اري دروا، واللي لعب اري دروا تيردو ايلي، تيجرب الى اون تران ديسيي، حيت تيقول لك ما يمكنش شي واحد يجي يلعب لي في موضع وحده، ما يمكنش. شوف الا ما جربتيش وما بقيتيش تبحث وجيتي تبدل شي حاجه اللي جديده، ما يمكنش تبقى تجي تقلد. وحنا اون بلوس دابا انا تنقول لكم الاول لا لاعبين عيوج الوداد، ما حد هذاك العسري لاعب ادروات والاخر لاعب اكوش، سا مارش با، وعلاش ما يلعبوش 3 5 2؟ علاش ما يلعبوش 3 4 3؟ علاش ما يلعبوش ب 2 افون سونتر؟ خصها تجي تجرب، راه ماشي لي جوار اللي ما تيعرفوش يلعبوا، ما موظفينهمش الموضع كيفاش خصهم يوظفوهم، ماشي انت دير افون سونتر وما توصلوا تا كوره، ومي توصلوا الكره تيكون 10 الماتشات ما عطيتيش الكره بحال سامبو البارح، انسى كاع فين هي الشبكه، حيت الاغلبيه ديال الوقت تلعبوا ديفونسور برومي ديفونسور تغفل. انا خصها تجي فيه الخدمه، سي دو ترافاي لو فوتبول، سي دو ترافاي، الا كنتي غالب سي دو ترافاي، راه ما يمكنش ويجي يقولوا لي خصنا الفرقه ضعيفه لي جوار ما مزيانينش، واش هاد لي جوار اللي عند الوداد زعما قل من البطوله؟ قل من هادو اللي في البطوله كاع كلهم؟ ما يمكنش.
ما يمكنش. على كيف لا تشامبيونز ليغ راه سي ترون ديفيت اس ديف لا تشامبيونز ليغ. هاد اللعابه بينوا بانهم لعابه ديال البطوله ماشي ديال شي حاجه اخرى. شوف البطوله ما كاين مشكل. شوف في لا تشامبيونز ليغ كاين طريقه ديال لعب لا تشامبيونز ليغ مي تتعرف وتتساوم لي جوار اللي عندك والكفاءات نتاعهم كيفاش خصك تلعب وكل واحد وضفوه في موضعته مي تضفوه في موضعته تيمكن لي نتفاهم انا وياك. انا تيبان لي الوداد لي جوار نتاعها ما موظفينش في الموضع نتاعهم ما موظفينش شي ثلاثه ما اربعه ماشي بلاصتهم ما عندهمش بلاصه مخربقين لهم البلاصات دونك سكي فيك تتولي لاعب تتولي لاعب غير دابا واش واش الوداد ولا تتهجم بلي ديفونسور لي ديفونسور هما اللي تيهجموا وي وي متفق معاك في هذه الفكره هذه وكانت تعليمات من عند السيفوزي على انه لي ديفونسور يديروا داك لابور اوفونسيف ديالهم مي ما كانش لا كوفيرتور عليهم راك سي بوكو دي سباس اللي كان كيخليو مورا العملود ومورا عطيه الله كانوا تعليمات عند الدراوي والدراوي والسرغات بانهم يكوفريو هذوك المناطق مي ما داروش هذيك الخدمه مزيان لعبنا بواحد الميليو تيران انكزيستون البارح السي حيمود عاتي دور ما دارش كانت عنده اون بوسيبيليتي فين يعطي دي باس دي في الاول كما تيقول كريم كان عنده دي بوسيبيليتي فين كيشوف لي زيكسونتري ولا كيشوف العملود جاي مبلونجي من اللور وما عرفتش باغي يدير بها عاوتاني كيبدا يدور بها تمايا انا متفق معك دخيل معايا بابي واحد كيلعب في الميليو واحد تيلعب في الميليو تيران راه هذا هو المشكل اللي عندي مع جبران راه وحدين تيلعبوا في الميليو تيران ما كيديروش سكان لا لا جبران تيسكاني خير من حيمود سامح لي جبران مازال تيسكاني خير من حيمود تيلعب دغري اون بروميير انتونسون ما عندنا ما هو تيلعبها في الارض اون باس لونغ زعما هذه ما عندنا ما نقولوا فيها بوتيت اللي ما تتعجبناش حنا كيلعب على اوريزونتال بزاف كيلعب عرض بزاف كيلعبوا عرض بزاف اللعابه كيلعبوا عرض تيمشي يجيبها من اللور بزاف دري واحد على ما استفهم عندي على واحد لاعب واحد اخر مع برحيمود و سميتو صرغات منتصر الحتيمي دابا بينات دابا عرفتي واش خباكم منتصر الحتيمي ما عمر ما كمل 90 دقيقه هاي بلاتي بلاتي باش نكونوا متفاهمين واش بالك منتصر الحتيمي ما كانش فعال في لا بريمير ميتو تيبان لي الحتيمي لعبوا اون بوينت بعد ديك ليكسبلوزيفيتي اللي عنده كيفاش كيدوموندي لا بال مورا ظهر ديال لي ديفونسور انا كيبان لي الحتيمي نقدر نعتمد عليك اتاكون دو بوينت دابا ما حد ما عنديش لي سوليوشن وما عنديش هذا البروفيل في لاطاك انا ما نضمنش حمزه انا اللي يمكن له يدير داكشي اللي تعرف يدير هو يلعب سور لو كوتي غوش يبدا سونتري شوف دار جوج لقطات انا تفرجت فيه مع الوداد جوج لقطات النهار اللي دريبلا سميتو هي باش سميتو هي باش باقي لاعب هذوك جوج ديماراجات اللي دار في سان داونز هما باش باقي لاعب الحتيمي صافي بهم لعب مي انا تنظن بالله خصو يلعب اغوش وخاص واحد اخر وناجم ما بوغرا ما اللي بغا سميتو يلعب ادروات ولما داروش ديكشي عطيهم شويه ديال الدق فوق يديهم اسيدي بغيتك تمشي وتبيرسي وتلعب لي الان كونتر ان اما بال اون روتري اما سونتري وحده فيهم الا ما درتيش هادشي انا نخرجك صافي ما نلقاش نخمم انا 70000 قطره بالتخربيق ما يمكنش اصاحبي ما يمكنش واش انا لاعبين كونتر ناتور ويجي يقولك لا لي جوار ماشي في المستوى كيفاش ماشي في المستوى واللي جوار اللي عند الوداد راه تقريبا بحال هذوك اللي عند الجيش راه ما كانوش في المستوى بابي البارح ما كانوش في المستوى البارح ما كانوش في المستوى في الماتشات اللي قبل ما حدكش ما تلعبش بلاصتك
راه ما يمكن لك دي شوف والله واخا يبقاو تما 20 ماتش غادي يبقاو يديروا لا واش دابا دابا اللعاب واحد يقدر يخسرنا الماتش دابا انت كدوي على الحتيمي دابا عندك كدوي على الحتيمي لا سمعني الحتيمي ما بوهرة راه ديما تيلعب تمايا سمعني سمعني يا حمزه باش ما نطيحوش البطل على الحتيمي الحتيمي سي تان بون جو عنده دي كاليتي واني لي كاليتي نتاعو ما مستعملهمش كيفاش خصو يستعملهم ملعبينه بالمقلوب والاخر ملعبينه بالمقلوب دونك لافونسون ما توصلوش الكره حتى حتى هو هادو دابا ثلاثه محيتيهم محيت جوج ما لعبينش بلاصتهم ومحيت لافونسون ما توصلوش الكره هاد ثلاثه بعدا نقصيهم وليتي لاعب غير بسبعه وليتي لاعب بسبعه لي جوار راه ما يمكنش الكره عندها الكره عندها القانون تاعها لافونسون خصو يتوصلوا الكره ما توصلش الكره ليزيلي خصهم يسونتري راه وصلت ليه الكره وما كانش افيكاس البارحه بابي شنو ولا تاكون لا تاكون من غير ليفيكاسيتي انا متفق معك على انه ما كانش كيوصل قبل في دي ماتش قبل وخصو بزاف خصو بزاف باش يبدا يماركي البيوت خصو يتحط في دي سيتوياسيون بزاف باش يبدا يماركي البيوت وياخذ الثقه ديالو مي لا تاكون راه هو ليفيكاسيتي بابي لما غيضربش لما غيماركيش لك وحده في هادوك وينفسك واحد تيحمل قميص ديال الوداد شنو ولا تكون اللي غيلعب في الوداد حمزه لعبتي ابون سونتر عرفتي ابون سونتر ابون سونتر شنو هي ابون سونتر هي تعاود هذه توقع لك واحد ثلاثة أربعة ماتشات تبقى تراطي وانا النهار اللي تضرب شي وحده في الشبكه والثانيه والثالثه القضيه تتمشي الى فوت لا كونفيونس كو سوا سامبو كو سوا البحري راه ما يمكنش